مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصتكم. معليش نسقسيك، كم ينام الشباب الجزائري خلال شهر رمضان؟ يعني شحال من ساعه يرقد في النهار؟ تبعوا معنا وشوفوا واش كانت اجابتهم. انا شوف يا اول شهر في رمضان هذاني ما رقدتوش، راني نوض الصباح والله راني نوض نتسحر نخرج ونرقد بكري تانيك، مانيش نخرج كيما بكري نصار والحومه دوكا بدلنا حومه بدلنا ولينا نسكن في زيرالدا ما نعرف حتى واحد. انا نرقد برك نرقد نوض الصباح 6 تاع الصباح نروح نخدم ندخل العشيه. اول رمضان تقولش خدمت فيه صح؟ شحال من ساعه ترقد في رمضان؟ راني نرقد 6 سوايع تاع الليل، 6 سوايع تاع الليل، مانيش نرقد في النهار كامل، راني جايبها كونسيون. ومن قبل كيفاش كنت؟ ما قبل كنت نجيبها من الجولجول، ما نقدرش عليك اختي، تلحق الوحده نصلي الظهر نرقد حتى يقول الله اكبر تاع المغرب باش نوض ناكل. والله غير ما كاش عفسه سبيسيال، نرقد كي الناس دوكا في رمضان، نرقد من 12 تاع الليل حتى الربعة تاع الصباح، نسحر نروح نخدم، نكمل الخدمه جوايه الزوج، نعاود نزيد نرقد شويه للمغرب، نوض نفطر ونفس الروتين وانا نخدمه الحمد لله. هذه شحال ترقد بالساعه في النهار يعني في رمضان؟ في نهاركم نشوفي نرقد من ربعه من 12 تاع الليل لربعه تاع الصباح، بعد نوض نخدم في النهار 8 سوايع، يعني نخدم ربعه وكي نكمل الخدمه نزيد نرقد ربعه سوايع اخرى. صح. وقبل ما تخدم كيفاش كنت؟ كنت لا لا عندي واحد 3 سنين ونخدم على كل حال من صغري وانا نخدم تما نوض تما نرقد سوايع ما نزيدش عليها، نرقد ونوض ونصلي صلاتي في وقتها. هذه في رمضان انا هيا في النهار كل خطره كيفاش، من داك ما نرقدش حتى للسحور، من داك حتى مور السحور، تما صباح صباح راقد راكي فاهمه، زيد مع رمضان شغل يغلبنا شويه تزيرين مقلقين راكي على بالك، نرقد زوج ونص ثلاثة تاع العشيه نوض، تما عندك من السحور ثلاثة تاع العشيه حسب واحد 10 سوايع 10 سوايع عرق. صح. ماشي صيامي ولي؟ ايه قالوا لي بزاف ماشي صيام، مي نورمال ربي سبحانه ويغفر ويرحم على بالو واش كاين، وكي نلقاو خدمه ان شاء الله نقولوا نوضوا صباح نروحوا نخدموا كي على بال. اليوم عقد شنط؟ اليوم نط على وحده وربع، وحده وربع اللي بدا غسلت روحي بدلت، حبيت نشري واحد صوالح لهنا في اوت. نقولوا جامي بكري فيه جامي كيما اليوم، اليوم ما فهمتش كيفاه حتى نوض زعما مشيت لاقى صاحبي ما تجويت ساعة اليوم بصح سما كنمشي و نوض جويت ثلاثة ربعة ما باش إذا يجوز إذا ما يجوز تما ما يجوش زعما كنصار ما تقدرش كيف دير. عقداش ترقد أنت صباح؟ صباح نرقد جوا ربعة خمسة سحر ورقد. أيوا سحر ورقد بعدها من تما تنوض حتى ثلاثة. أيوا ثلاثة الزوج وقت ما نزيد نسي نرقد زعما كنوض مدى بين زدنا رقد. تقول لي علاش؟ علاش؟ مش جو الصيام أيوة جو الوقت. في رمضان نرقد نوض جويها ربعة ما نرقدش بكري، نرقد نسحر ونرقد، راني قاعد براتا كابيار بوبجي وراني قاعد مع صحاب يلحق وقت صحاب نسحر نصلي صلاتي ونرقد ونوض جويها ربعة بعد العشية. نوض جويها ربعة تاع العشية ونصلي صلاتي اللي راطيتها ربي ان شاء الله يجوزها لي وراني قاعد نسناكل. علاش ترقد بزاف في رمضان؟ يغلبني رمضان نجوع ولا عطش ما كان صحر ناكل مليح بصح نجوع، علاش ما نفهمش صح يقولوا ماشي مليح و الله يقبلنا وصافي. هذه العاده تي تنحيها ولا لا؟ نسيت انا نحيتها اليوم امبارح رقدت بكري بس نتلاقى بصاحبي نوض بكري وتلاقينا وانا دوكا كيف كيف. جوي الربعة جوي الربعة وتفهمنا تما رقد بكري الربعة كيفهم؟ من معنى المقصود انهم ما ينوضوش. لا لا رمضان ما راهوش الشهر تاع النوم، رمضان راهو الشهر تاع الطاعة والعبادة. صح معليش يرقد من الأحسن ما يجوش من سوايع ومن بعد كي ينوض كاين عنده أمور واحدة أخرى يديرها في النهار، عنده العبادة عنده العمل عنده مآرب أخرى ماشي غير النوم، والنوم بزاف. احنا في شهر رمضان هو العبادة والطاعة وقراءة القرآن والمبادرة والمسرعة للأعمال الخيرية وما يتبع ذلك، ماشي شهر النوم. أنت ترقد في رمضان في النهار؟ شوفي كيما نكونش خدام نبرمج وقتي، دوك هو الإنسان يقول لك النوم سلطان يغلب علينا، حكمة تقول لك النوم سلطان يغلب علينا.